رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجور، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا برضاها، ولكن هيهات هيهات. يعني في اكتر من انا كله واعرف زي كنا اتخذنا شفيق وبشهدها، بقول من حسنات الرئيس السابق اللي هو ظلم وطغى وبغى وتجبر وفسد، من حسناته انه صان البلده من طائفيه العراق، من طائفيه ايران، ومن الدماء الايرانيه على مدار 30 سنه. اما الان فنحن ندخل مصر ملعبا دمويا في الايام القادمه. في هذه الورطه العظيمه، صلى الله ان يخلصهم منها وان يعينهم على غلق هذا الباب الرديء، باب الشر الذي سيذكر في التاريخ. يعني يكفي عيبا أن يذكر في التاريخ أن العلمانيين أغلقوا باب التشيع على مصر وفتحها الإسلاميون، هتبقى نقطة سوداء في سجل التيار الإسلامي يذكرها الناس في التاريخ ويلعنوننا عليها. لأن ضياع أموال الناس ويسجنونا مرة تانية مش مشكلة، بس ما يضيعوش عقائد الناس. يعني الجرم اللي عملوه أكثر من جرم نظام مبارك. مبارك حافظ على الدين من المجوس بكل ما استطاع رغم الفساد الذي اعترى من شعره إلى ظفره. بعد 100 عام أو أقل من الآن سيقال كان من أهم أسباب اختراق الغزو الشيعي لمصر الإخوان المسلمون. ده تاريخ سيكتب، شئنا ما بينا. فلما يفتح أن عملنا إحنا حققنا إيه لسه للإسلام والبلد عشان ندخلها في المتاهة دي تحت أي ضغط؟ صحاب عندنا خط أحمر، وأنا بقول للرئيس مرسي، سيادة الرئيس، من العيب الشديد أن تبوء بإثم دخول الروافض إلى بلادنا. انتبه، لم يفعلها النظام السابق ولا اللي قبله. يعني خدمة، سرقوا الفلوس و و و و و وسجنوا الناس وبهدلوا الناس، بس ما بوظوش عقيدتهم. يعني كانوا سد منيع قدام الشيعة، زي ما كان صدام كان سد منيع قدام الشيعة. ومما يحمد للنظام السابق، وأنا هذا الكلام لم أقله الآن، أنا قلت على منبر شيخ الإسلام أكثر من 4-5 مرات، قلت مما يحمد للدولة في مصر أنها قطعت علاقتها بإيران. فلتحذر.